أبعاد الفوضى تقدم العيون السود، الديوان الصوتي الأول للشاعر عبد الهادي أبو ديا. ديار في مصايبها العديمة تتخير طبعي مزاعل البنات جيت بي مزاعل البنات وجلولي قد خاضر انقاش راس جمعت في خفوق شبته مولي من وصفها متعبني من حسنها تدهش نظر ناظرها السودة وفاي بحالي واضمر قلب المعنى قربة تجاره وخوته تسوى البنوك العين شر المدبلج ما بطيع ولا نيادور ورا المطلق يا وجه الرضا والف لبه لبه حلوة السنين القديمة هو الزمان بالذكريات حداثة خاطر بحاجة ويبذل جهوده ويقبل الصبح يا الحب من خيرة ملذاته العيون السود الديوان الصوتي الأول للشاعر عبد الهادي أبو ديا.